سنة 99 افتتح أول فرع لبرجر كينج بجلديب. اليوم بال 2013 صار في 25 فرع عم بغطوا معظم الأراضي اللبنانية، ولمناسبة اليوبيل الفضي حفل كبير رح يتم بالفرع الأساسي. رغم كل الظروف السياسية الاقتصادية الأمنية والإنمائية، افتتح برجر كينج 5 فروع جديد بالسيتي سنتر، كيدز مونتو، بصيدا مول، كاروت مول، وبزحلة، وقدروا بالتالي يوصفوا أكثر ويأمنوا أكثر فرص عمل لأكثر من 500 موظف لبناني. إنجازات كثيرة لشركة برجر كينج بلبنان والعالم، نذكر منها سنة 2009 جائزة براند ليدرشيب أورد من فلوريدا، سنة 2010 جائزة بيست فرانشايز بدبي، سنة 2011 جائزة بيست براند إيمج بلبنان، وبال 2012 جائزة بيست كواليتي أند سيرفيس أورد بدبلن. جوائز كثيرة على الصعيد المحلي أيضا انضمت لهذه الشركة. خلينا نتعرف أكثر على السكسس ستوري اللبناني مارك كلاسي. بصوا معك، اهلا وسهلا فيك. تمام، تفضل. مارك كلاسي، وين اكثر بيتزا بتاكلها؟ برجر كينج. فظيع. مارك، مزبوط انه البرجر بعد ما يطلع من عندكم في فتره معينه اذا ما نبيع بينكر؟ مزبوط، هي فتره 8 دقائق. 8 دقائق اذا ما نبيع البرجر ب 8 دقائق بزباله؟ صح. ليه؟ لانه اليوم البرجر مكونه فيها اهم برودوي هو المايونيز. المايونيز بينحط على الشوت على السخن، سخن اذا اكثر من 8 دقائق ممكن يسمم، ممكن يكون في اني هايجين هازردز، سو مضطرين نكبه. نحن اصلا وقت تاخذ الورقه انت البرجر بيطلع عندك في محل علم مشخوط، سو اذا 8 يعني هي على 40 بيطلعوا على الساعه وتقطع 8 دقائق تغرب تنكم بالزباله. والشخطه من الاول؟ من الاول، يعني اول ما تنعمل اليوم قد ايه عملتها؟ بس يلفها بيشخطها. كم برجر بينزت بالنهار بتعرف؟ قليل جدا، لانه اليوم يعني اول ما بلشنا بسنه 99 اكيد ما كان عندنا خبره. اليوم بعد 14 سنه عندنا 25 فرع، صرنا نقدر نعمل كنترول على الكوست تبعنا وعلى السيلز تبعنا، قد ايه ممكن نبيع، قد ايه ممكن يكون. ما في شك اكيد بينكب، بس هيك بتخففوا الهدر. بس اكيد الهدر اقل من قبل. مارك، سؤال، وقت فتحته من 14 15 سنه كان عندكم مشكله او هاجس انه تقدروا تقدموا للعالم بلبنان نفس البرجر كينج او الووبر اللي كنت اللي بيقدموه بامريكا او باوروبا او بحيالله مطرح؟ زيت الطعمه توصل، زيت الطعمه، زيت الجوده، زيت الفريت، زيت يعني نكهه الفريت اللي كانت تجيب نص العالم لعندكم بس لانه الفريت بحبوها. صح. الى اخره. كانت هيدي مشكله عينيتوا منها لقد ايه وقت، وكيف لقيتوا لها حل نظرا انه لبنان مش كمان مش سهل مثل غير بلاد لهالامور؟ اليوم شركه عالميه بجربوا قد ما فيهم يكون عندهم مصدر من مصدر واحد، ان كان اللحمه، الدجاج، الفرايز، يعملوا سنترال كيتشن لكل منطقه 100%. سنترال كيتشن للبنان وين؟ مش سنترال كيتشن، سنترال هاب بيرشيسنج. يعني مثلا اليوم الجي سي سي كله لبنان، سعوديه، امارات، وين؟ من وين؟ من في من السعوديه، من دبي، من الاردن، معمولين برجر كينج هن عاملين المعامل المصانع. سو عم تاخذ برودوي سمي فيني دونك نفس البرجر اللي بيتاكل عندكم مارك، نفس البرجر اللي بيتاكل عندكم بكل البلدان العربيه عنده نفس الطعمه. نفس الطعمه ممكن يفرق مع امريكا او انجلترا؟ رح اقول لك شو بيفرق. بتاوقات تروح انت بتاكل هون الطعم، بتاكل برجر بوفر، بتاكل برا، هو هي بس الخس، بندوره، بصل، لانه هدول الوحيدين اللي بتجيبهم لوكلز. سو الخضره اللي بتاخذها هون غير الخضره اللي بتاكلها برا. نحن اليوم كمان الخضره تبعنا فريش كل يوم، ما بنكبلها مواد كيميائيه من مثل برا. نحن كله طبيعي. وال وقت تحس كمان فرق بالدرينك بالكوك، لانه المي كمان هون المي شيء، برا شيء ثاني. بس هون ديفرنس الخبزه انا سامع امبورتد كله. نحن ما في شيء لوكال. ما يو دونت بيك ات هون، يعني ما بتجي العجينه كله. بما انه كمان في موجه اللايت والجرين واللايت، هيدا مفكرين تعملوا لايت سكشن قريبا؟ مفكرين نطلع باللايت ان شاء الله قريبا، او هوبفلي نيكست مانث طالعين بشيء اسمه ذا لايت منيو كالوريز، براون بريد، لايت تشيكن، نو مايو، لايت مايو، وسايد سالاد مش فرنش فرايز، مع كيلو جريلد 100%. مارك كلاسي، سؤال، قديش عندكم صلاحيه تنوعوا بالمنيو تبعكم؟ يعني انتم فيكم تدخلوا اصناف جديده على المنيو تبعكم؟ فيك، بس بدك تاخذ الابروفل من برا. هل عملتوا هيدا الشيء او بصدد تعمل هالشيء؟
بصدد نعمل هذا الشيء. بهمنا نحن اليوم كمان الزبون نفوته ما نخليه بس يتعود على هدول العشرة ايتمز انه مزبوط. بالاخر بيزهق. بدنا نضل نخلق شيء جديد تنخلي هالعالم ضل تجي تجرب عنا وضل فوت لعنا ونحببها ببرودويات جديد. خاصة انه برا بيعملوا كل فترة برودويات جديد، هون عنا دايما بيكون في ديلي طيب يوصل 100%. تينو كرم مارك، انا اربع سؤالات كثير سريعين، جواب كثير سريعين. اربعة؟ ايه. What's your best selling item? Whopper. What's the least selling item? King chicken fillet. What's the most expensive item menu? Whopper, double Whopper with triple cheese. Whopper. Man, triple Whopper. And the least expensive menu? Kids menu. Kids meal. وشو بيروح بين قد ايه وقد ايه؟ بين 6000 عم نحكي كميل. ميل ايه؟ بين 6000 و 12500. 12000 going extra large or... لا هيدا عم نحكي كميل. فظيع اه، شاغل عن برجر كينج شي. بتعرفهم؟ بتعرفهم يا جماعه؟ حتى عم بشتغل على حالي. إذا بقول لك إنه أنا في سنة من قصة 365 نهار 200 نهار أكلت برجر كينج. صرت بيكي فان. صرت برجر كوين. لويال كاستمر، إلك مني اليوم بعد الحلقة فري ميل. كبير يا مان. ورولا ورولا ما تعذبي، بتعملي درايف ثرو كمان. شكرا. مارك سؤال، ذكرت الأردن، ذكرت دبي، ذكرت المملكة العربية السعودية، هل عم تشتغلوا على أنه يكون في كمان مركز لبرجر كينج بلبنان؟ اشتغلنا وعم نشتغل وإن شاء الله يعني برك البطاطا تاخذوها من لبنان، برك الخس والخضرة تاخذوها ليك. عم نشتغل لأنه بدها سبيكس عالية جدا. عم تشتغلوا شيء مع بعض المزارعين؟ عم نشتغل مع المزارعين مع بعض الأشخاص اللبنانيين اللي عندهم already existing معامل، نحسن نحن وياهم هالمعمل تنبني وطن أفضل ونخلي هالعالم وكل التشينز أو أني هيدا يكون عندهم انترست بالبرودكتس. 100% يسر عم يتفضل. انا بقول لكم برافو كثير للكونسبت، في كثير اسامي كبير اجت فتحت وما مشي حالها، يعني بدها تعب وبدها شغل وبدها متابعه. سو ثانك يو زينة. مارك، انا بعرف انه برجر كينج كثير بتعملوا سبونسر لنشاطات اجتماعيه بلبنان، مزبوط؟ 100% 100 بقى هيدا، يعني هن فريمون مندمجين بالمجتمع وبيساعدوا المجتمع اللبناني. برافو. مش حرف يعني مش عايز البرجر كينج تامز ده اب مني، يعني انه شيء طبيعي. وبعز ايام الكومبيتيشن مع غيره كان قصه انه فليم جريل والفرنش فرايز هن اللي يبيعوا الدفه للبرجر كينج كيف ما برمت. لا التامز اب هو لكم انت كحضرتك وعائلتك والتيم تبعكم، لانه عملتوا منه اللي لازم ينعمل بلبنان لتوظيف 500 600 شخص لبناني، ولا الاكسبانشن اللي عم تعملوها على صعيد لبنان اكيد 2 ثامز اب. ورو لك هذا، انا 10 ثامز اب. هدول هول رح اعطيك مازال 10 رح يطلع لك شير. ما بلاجر فور لايك. شكرا. وهيدي لايك هون. مارك كلاسي، انا بدي اقول لك برافو. بركة صعب كثير بلبنان نقدر نحافظ على براند هالقد مهمة عالميا، بركة هالبراند في كثير بلدان كان عندها بعض الصعوبات تقدر تضاين، وبيناتهم فرنسا غابت فترة عن السوق، رجعت هلا عم ترجع بفرنسا. انتم لا ضليتكم بخلال هال 15 سنة محافظين على مستوى، ولا بل عم تقدروا تفتحوا فروع جديدة رغم كل الصعوبات اللي عم بيقطع فيه البلد. مش هيك، بدي لكم هيدا عمل مهم كثير وبياخذ تعب كثير منكم وكل التيم تبعكم. مش هيك لحضرتك ولكل التيم اللي بيشتغل معك ولعائلتك، بدي لكم عن جد ثامز اب على اللي عملتوه، وان شاء الله دائما نشوف اشخاص مثلكم عم بيجيبوا لو ما كانوا عم يخلقوا كونسبت جديد بلبنان، يقدروا يجيبوا ماركات عالميه وبراندز عالميه. نحن بنشوف حالنا وقت نروح لبرا انه رحنا على هول المطاعم، لا ليش ما بنشوفهم بلبنان باقوى جوده وباهم نوعيه بنقدر نشوفها عنا، واكيد بكونسستنسي مثل ما انتم حافظتوا عليها. مش هيك مارك كلاسي، بدي اتشكرك كثير وشكرا لك. في شغله تفضل، بس حاب زيد شغله. خلقنا اليوم كونسبت الاول بلبنان وبالعالم انه الولد هو يعمل تو كوك هيز اون برجر. اليوم نحن فتنا بكيدز موندو، خلقنا كونسبت ستور فور ذا كيدز. الولد هو بفوت عنده ستيبس، بفوت بيطلب الاوردر تبعه، بيروح هي واشز هيز هاندز، بيرجع بحط اول شيء الايبرن تبعه، بحط الهات تبعه، بيروح بغسل ايديه هو راجع، بيطلب اي برجر بده، بيعمل البرجر البيلد اب اني بيلد اب هي وانس مثل ما بده يعملها. حتى بحمس الاولاد اللي ما بياكلوا كثير هن، حتى الولد يشوف
كيف اول شيء نحن البروسيس تبعنا انه بنغسل ايدينا بنفوت بنقي كيف هو بشوف كيف هو عم بحط تبعه الكواليتي كل شيء بيطلع بيخدها بيكلها شفت ريما لو عزغر رحت ودقت انت هلا لايك 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 تو لايك مارك كلاسي انا بدي اشكرك كثير بعد مره وبرافو لك الخطوه عم بتقوموا فيها بلبنان شكرا كثير لو شكرا